كيسخن الحال راه ما تلقاش يا ولدي بلاصتك بالنسبه للاطفال وبالنسبه حتى للكبار هنايا. هاد الوداديه اللي هي اصلا جمعيه وداديه الا بغينا نقولوا كتخضع للظاهر ديال 1958 ثم القوانين اللي جات في 72 الى 2020 هذه اليه كيستعملوها المنخرطين باش يحصلوا على سكن او يحصلوا سكن ديال المصيف او شيء من هذا القبيل بابخس ثمن باقل ثمن الى اخره. الا ان هذه الوداديه اللي تاسست سنه 2004 جاو ناس اللي تربعوا على المكتب ديالها ولقاو فراغ وداروا ما بغاو ودخلوا ما يفوق من 26 مليار من عند هاد الناس هادو. وهاد الناس مشا كان عندهم نية طيبة وتقوا فيهم ولكن في الأخير داروا ما بغاو داك الشيء اللي بناو مشي. وهذاك التجهيزات او البنيه الاساسيه داخل اللي بنقالو كانت من 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 اسوء ما يكون بحيث ان الناس اللي تسلموا لي بنقالو ديالو كلهم عاودوا هذا الماء عاودوا الضوء عاودوا كل شيء. فهاد الناس هادو اللي لقاو الفراغ القانوني والى اخره عاتوا فسادا وداروا ما بغاو وتغناوا من هاد الاموال ديال هاد الناس الى حتى 2016 فجات هاد المجموعة اللي الآن هي اللي كتسير وكتدبر الآن ف داروا واحد المجهود جبار باش 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 تولاو هما التسيير ديال الودادية وبالتالي مشاو للمحكمة من أجل الإنصاف ديالهم مع المكتب السابق وبالتالي سرت القضية في المحكمة إلا أن القضية تأخرت وعرفت واحد الوقت طويل وعرفت تماطل وعرفت واحد العدد ديال الأمور وهاد الناس هادو تكرفسوا وتمحنوا فيما يخص الحصول على الشواهد في مواجهة أولا المحكمة ثانيا في مواجهة الجماعة ثانيا واحد العدد ديال الأمور بدل هاد المشروع يتنجز ويلعب دور كبير في التنمية المحلية فهو الآن لا زال يتعثر ولا زال يعيش مشاكل كبرى ولكن في اليوم في هذا التاريخ ديال اليوم فالإخوان ديال المكتب الحالي اللي على رأسهم السيد الرئيس السي فاهم عبد المجيد وعلى رأسه الكاتب السي عشيبة وعلى رأسه الأمين السي تاتو فهاد الناس كتعتبروا من أولياء الله الصالحين. وهذه مسألة خصها يعرفوها الناس المنخرطين ويعرفوها كذلك غير المنخرطين. لماذا؟ لأن جاو نقدوا الوضعية جاو نقدوا هاد الناس وخرجوهم من تقريبا من عنق الزجاجة وهما الآن على مقربة مع أنها تفضل مشاكل كاملة. فهاد الاجتماع ديال اليوم ديال 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 4 مارس 2023 هو يوم تواصلي من اجل تبليغ المنخرطين المراحل اللي قطعها المكتب المراحل اللي وصلت لها الوداديه. فالوداديه الان فيما يخص الانجازات خاصه البيرمي دابيتي خاصه التي ان بي خاصه واحد العدد الامور الان صافي كاين اللي تفضات وكاين اللي على مقربه من انها تفضي وتولي الوداديه في مامن وتولي الوداديه الا انه الضانين الرئيس ديال الاسبق المحكمه عطاته سنه سجنا رغم ان المحكمه كان عليها انها تنظر بعين اخرى ليست بما هو صالح للمتهم او في مصلحه المتهم. لا راه كاين في الفصول ديال القانون الجنائي كاين الحد الاقصى والحد الادنى وكاين الاجتهاد. هنا الناس كتلعب في هذا الاجتهاد. فانسان بدل ياخذ الحد الاقصى كما هو بالنسبه للوداديه ديال المنصوريه اللي رئيسها وامينها خداو 10 سنوات هنا هذا الرئيس هذا خدا سنه ومازال بالذمه ديالو اموال طائله جدا وحكمت المحكمه كذلك بانه يعوض الوداديه ب 200 مليون. واش هذا الشيء اللي دا راه دا 200 مليون مضروبه في عشرات المرات. فهذا السيد كان المحكمة تشوف بعين هاد 514 كان عليها تنظر 514 بدل تشوف واحد. هذا الحكم غير
غير منصف بالنسبه لينا حنايا. هذا الحكم هذا ما كيطلعش الانتظارات ديال 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 ابناء، ما بقاش نقول انا المنخرطين، ابناء المنخرطين، لان الناس دابا راه شناهي من 2005 حتى دابا راه سنين هذه. على كل حال وضعنا شكايه في سميتو مره اخرى عاوتاني، اللي هي كانت بين ايد الفرقه الوطنيه، ودارت سميتو البحث ديالها معمق مع المكتب، وإلى حد الآن كنتظروا لا رياكسيون ديالها أونيفو ديال المتهمين اللي هما كيشكلوا واحد العدد ديال 13 واحد. راها عصابة، عصابة هذه فيها شركات، فيها أعضاء ديال 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 المكتب، فيها سميتو بيرو ديتيد، يعني واحد العصابة اللي هي تكونت على أساس أنها باش تنصب علينا حنايا، ومن نصبات علينا حنايا مشات كتنصب على 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 مشاريع أخرى كاينة في سميتو في بوزنيقة ولا في النواحي ديال بوزنيقة، مشاريع تما كاينه نفسهم، والكاتب العام ديال هذاك المكتب اللي كان هنا راه هو اللي محكوم عليه بعشر سنين في 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 ميل في خرف واحد الوداديه اخرى. هذاك الكاتب العام اللي كان معنا حنا كان هو تما كاينه، والرئيس ديالنا حنا اللي كان هنا هو الرئيس ديال هذوك اللي كاينين تما. اذا هذه راه عصابه، ونفس الشركات اللي بناو هنا هما نفس الشركات اللي بناو له، وحنا مني وضعنا الشكايه داروا التصفيه ديالو. يعني الامور واضحه باينه، وعندنا جميع الحجج وحجج كامله عند الفرقه الوطنيه على اساس انها باش تستدعيهم ويردوا الحق لمواليه اللي هما 514 منخرط. جينا على اساس انه نزيدوا المشروع للقدام، وجينا انه نديروا واحد الدفعه، فاذا بنا كنتفاجئوا على اساس انه كل ما كان في السابق كان ملغوما، لا من الوضع الحار ولا من التجهيزات ولا المهم، عموما كان سكنا كان سكنا سي اون دي دونك انا بيتا فونطوم، ما كانش مشروع الذي يرقى الى المستوى. حاليا كانوا مساطر قضائيه، ولكن رغم ثقتنا الكبيره في العداله ورغم ثقتنا الكبيره في العداله المغربيه، خاب ظننا من الحكم اللي صدر على المحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء عين السبع، لأننا كنا كننتظروا عقوبة، وكنا كننتظروا إرجاع الحق إلى أصحابه، عكس ما هو منطوق به في الحكم. مع احتراماتنا حنا مشينا لمسطرة الاستئناف، والملف لحد الآن لا زال يراوح مكانه، مازال ما عندناش الجديد، وكان الملف كيروج حاليا عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اللي عندنا فيها الثقة كذلك، ولكن لحد الآن لم نحظى بأي جديد. وكنتمناو كما كيتمناو هاد المنخرطين كلهم 514 منخرط، كيتمناو تحقيق العدالة في هذا الملف وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وحنا عندنا الثقة ما ضاع حق وراءه طالب.